13 ربيعاً هو عمر فاطمة بعد أن اكتشفت إصابتها بمرض السرطان. كاد المرض أن يسرق حياتها منها حتى بدأت التحدي وهي في مرحلة السادس الابتدائي لتحصل على معدل علمي بتقدير جيد جداً. قصة التحدي التي سجلتها فاطمة أثبتت أن لا حياة مع اليأس وأن الإرادة ستنتصر في نهاية المطاف على التحديات مهما عظم شأنها. أنا اسمي فاطمة، عمري 13 سنة. أنا صحيح مصابة بمرض السرطان، لكن أنا ما استسلمت لمرض السرطان لأن أنا تحديته، قرأت واجتهدت هماتيا وما سمحت للمرض يسيطر علي، وجبت معدل 80. وأريد أوصل لكل واحد مثلي أنه ما يترك المدرسة، وأريد يكمل المدرسة على مود يكون ناجح في حياته إن شاء الله. تلقت الفتاة فاطمة الرعاية الحثيثة من أبيها وأمها ليسخران جل وقتهما لها. أسهمت المتابعة الدقيقة لجرعات العلاج في تحسن الحالة الصحية لفاطمة، إذ بدأت شيئا فشيئا تستعيد قواها ومن ثم تتماثل إلى الشفاء. فاطمة يعني صراحة من وقعت هزت مشاعري ومشاعر والدتها ومشاعر محبينها، بس ما استسلمنا لهذا الوضع وظلينا نحارب وياها ونقوي من معنوياتها، ووقفنا وياها وحتى كل أعمالنا كل مشاغلنا ارتباطاتنا كلها تقريبا اللي عفناها واللي عجناها إلى شعار آخر مثل ما يقولون. هي شجاعة، عندها أمل، عندها طموح دائما بالحياة، أملها دائما أنه هذا المرض تعتبره تقول ماما مثل الإنفلونزا هذا، أنا لا شنو يعني ناخذ الجرعة الكيميائية نطلع صح. تتعرض هي إلى وعكة صحية بعد كل جرعة، لكن الحمد لله والشكر. ورغم صعوبة وضعها الصحي حققت فاطمة قصة نجاح وتميز لتهز المرض بعد رحلة علاج شاقة. كان الإصرار والعزيمة هما العنوانان البارزان فيهما. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.